مسكت الحب تحبه وما فقلبه. أكتر حاجة بحبها كتير، ولكن دوما الأغنية بيحسدوني لما بضحك، دي أحسن بيحسدوني لما بضحك. هي الأغنية دي اللي بتأثر فيها جدا، لأنها كلامها على الشخص نفسه، أعداء النجاح فيه في أي مكان. باخده إيجابي ليا، ففي كتير ناس بيحاربوك في الفن، فلازم تكون قوي جدا علشان تنجح. أنا في الأخير ببقى مغربي وممثل الوطن العربي كله، فجنسيتي مغربية وأنا بفتخر بيها في الأخير، فلازمني أغني مغربي حاجة شوي. والناس بيلوموني في المغرب، ليه ما بتغنيش مغربي؟ الأغنية المغربية ناجحة، أنا بحب أغني أغاني محترمة وبتدخل البيوت. الشيء اللي لازم أغني في المغربي والمصري والخليجي، أي بلد عايز أغنيها يكون كلامها محترم وأغني ماشي. أنا أسألك سؤال صريح، بعد نجاح أغنيتها يجنني، شايف إن في منافسة ما بينك وبين المغربي سعد؟ أكيد في منافسة، أكيد، ولكن منافسة شريفة، مش منافسة يعني بالغنى. معلم كسرت الدنيا وهيجنني كسرت الدنيا، شايف المنافسة بقت شرسة؟ لازم 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 تكون منافسة. احنا في المغرب لازمنا النفس، ومنافسه شريفه محترمه. هو بيغني وانا بغني، مفيش يعني منافسه حرب ولا حاجات دي، لا انا ما بحبش الحاجات دي، بحب انافس في الغنى. لو في منافسه في الغنى مرحبا، مفيش ما بعرفش حاجه تانية. انا بصراحه شيء صار لي يا بخت اللي بعرف.